بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، أحييكم أنا علاء أمين في فيديو جديد. الفيديو ده يا شباب هنناقش فيه موضوع مهم جدا، هندردش كده مع بعض دردشة إن شاء الله إن هي تكون مفيدة وبتجاوب على أسئلة بتردني أنا شخصيا. وكمان كان فيه سؤال غريب شوية اللي بنحاول نجاوب عليه. الأسئلة هي يعني مع انطلاق شهادات مايكروسوفت الجديدة وتغيير رموز الامتحانات، فبتلاقي كتير من الناس بيشعر بنوع من التشتت أو من عدم الرؤية أو عدم وضوح الرؤية في مسلك أو سلك الطريق اللي هو ممكن يحصل فيه على مهارات ويبقى معاه شهادة معترف بيها. السؤال ده يقودنا لسؤال أعمق شوية، وهو ليه مايكروسوفت أصلا تخلت على إصدار الشهادات الأشهر على الإطلاق اللي هي الـ MCSA والـ MCSE، بينما كانت هي مطلب لسوق العمل وهدف من كتير من جدا من الباحثين عن عمل أو من اللي حابب يدخل المجال. فبالتالي ليه مايكروسوفت سلكت إن هي المسلك ده، إن هو يعني خلاص تلغي الشهادات ديت وتنطلق بنوع جديد جدا من قياس المهارات اللي هو الرول بيست سيرتيفيكيشن أو الشهادات القائمة على الدور الوظيفي. الحقيقة السؤال ده كان يعني ملوش إجابة لحد وقت قريب، وأنا شخصيا يعني اطلعت على إجابة كده قد تكون شافية من أحد منسوبي مايكروسوفت. اللي حصل إنه يعني مايكروسوفت لما أعلنت عن يعني تخليها عن إطلاق شهادات أو اعتماد شهادات الـ MCSA والـ MCSE تحديدا، وهم أكتر شهادتين كانوا مشهورين في مايكروسوفت، وكانوا طبعا بيفيدوا مايكروسوفت ماليا لأنه الناس كانت بتدخل تمتحن، كانت بتدفع فلوس في الشهادات وما إلى ذلك. في مرة من المرات أنا كنت بعمل سيرش كده، فدخلت منتدى خاص بمايكروسوفت، فكان حد بيسأل نفس السؤال ده، ليه مايكروسوفت تخلت عن الشهادات ديت وبدأت في نهج مسار جديد من الشهادات القائمة على الدور الوظيفي. الحقيقة إن المناقشة كانت يعني مثمرة جدا وكان فيها أكتر من طرف، ودخل حد من القائمين على مناهج مايكروسوفت ورد الرد التالي، فقال إيه؟ قال إن إحنا اكتشفنا في مايكروسوفت إنه المسارات القديمة أو الشهادات القديمة وإن كانت مطلب وإن كانت مشهورة إلا إن هي ما كانتش بتقدم الحد الأعلى من المطلوب ليها مهاريا. بمعنى إيه؟ بمعنى لو قسناه على سوق العمل العربي تحديدا، هنلاقي إنه كان صاحب العمل بيطلب تكنيكال سبورت مثلا، فكان من ضمن متطلبات الوظيفة ديت أو من ضمن شغل منصب التكنيكال سبورت إن هو يبقى معاه الـ MCSA. والحقيقة إن الموضوع ده أصلا كان غلط، لأنه إحنا عارفين كلنا مهام التكنيكال سبورت كان عبارة عن تقديم الدعم الفني للموظفين، حل المشاكل البسيطة، يعني فيما يتعلق بالأوبريتنج سيستم، فيما يتعلق بالكونكتيفيتي الخاص بالشبكة عموما، ولكن ما كانتش ترقى إن الراجل يبقى معاه MCSA. فمايكروسوفت فكرت إن هي تصدر المسار الجديد اللي هي الشهادات القائمة على الدور. علشان كده هنا بدأ الناس تتشتت. طيب أنا دلوقتي بشوف أرقام جديدة، شهادات أو امتحانات أول مرة أسمعها، أرقام امتحانات أنا يعني لم يسبق لي إني أطلع عليها. علشان كده الفيديو ده إحنا هنحاول نجاوب فيه على أسئلة بتردني أنا شخصيا من أكتر من شخص، وطبعا أنا بدخل أجاوب سين من الناس أو صاد من الناس، بعدها بفترة بيجيني زيد أو عبيد بيسأل نفس السؤال وبضطر أجاوب عليه بصفة فردية. فعلشان كده قررنا إن إحنا نطلع بالفيديو ده علشان ندردش مع بعض على الموضوع ده، ونحاول إن إحنا نبسط المفاهيم ونوضح الصورة، ونديكم كمان حاجة بسيطة جدا حضرتك تعرف بعد كده تسلك فيها الطريق وتاخد أو تكتسب من خلالها المهارات اللي أنت شايف فيها نفسك. أول ما كان بيجيني سؤال ويقول لي أنا حابب انه يعني انطلق او حابب اني ادخل المجال الخاص بالكلاود، ولكن انا مش عارف ابدا منين، فكنت برد عليه بالرد بسيط جدا، حضرتك بتعرف تعمل ايه؟ فالحقيقه كان بيجيني اجوبه
فيها برضو نوع من الضبابية، يعني يقول لي والله أنا اشتغلت تكنيكال سبورت وبعد كده انتقلت للعمل في شركة ما، فأسند إلي مهام النتورك أدمنستريتور مثلا، وكنت بشتغل شوية على الديزاين فوتوشوب ومش عارف الباوربوينت الحاجات دي كلها. فكان بيدخل أكتر من مهمة هي في الأساس أصلا مش مهمتك الرئيسية. فالتشتت ده مشترك في اصلا حضرتك، لان انت كنت سمحت لنفسك او سوق العمل فرض عليك ان انت تبقى بتعرف حاجة من كل حاجة، وفي النهاية المحصلة بتاعتك بتبص تلاقي نفسك شغال شغلانة ملهاش اي علاقة بالاعتماد اللي معاك. علشان كده خلينا نروح سريعا ونتكلم على المنهج الجديد او المسار الجديد اللي اعتمدته مايكروسوفت في شهادتها. أول شيء حضرتك لازم تفهمه إن في تقسيمة المسار ده عبارة عن 4 تقسيمات كالتالي. لو رحنا كده عملنا التقسيمة ديت، أدي 1 2 3 4. أول حاجة اللي هي الفاندمنتال، فاندمنتال يعني إيه يا شباب؟ يعني راجل مبتدئ أو راجل عنده معلومات أولية. طيب المستوى ده أو الليفل ده المفروض إن مين اللي يتجه ليه؟ قال لي مستوى الفاندمنتال ده موجه للناس اللي ما عندهاش فكرة واضحة عن الدور المحدد اللي هيأديه. بمعنى أنا راجل شغال اوريدي في النتورك أو في السيستم، ولكن معرفش حاجة عن الكلاود فوق شكله إزاي، إيه الخدمات اللي بيقدمها، بيستند على ايه، ايه هي البنية التحتية القائمة عليها وهذه الاشياء. فبالتالي مايكروسوفت هنا اطلقت الدور اللي اسمه فاندمنتال لحضرتك، اللي هو انت محتاج تفهم، محتاج تكتسب مهارات اساسية، محتاج تشوف ايه هي التعريفات الاولية، ايه هي الخدمات اللي بتقدم في يعني في مجال الكلاود عموما. فكنت بتاخد في الفاندمنتال ديت زي ما قلنا شوية تعريف، شوية مهارات بسيطة بتؤهلك ان انت تبقى عندك رؤية واضحة بعد كده تمشي عليها. ونخلي بالنا ان الفاندمنتال هتلاقي مثلا اجور فاندمنتال، هتلاقي داتا ساينس فاندمنتال، هتلاقي AI Fundamental، يعني كل دور حضرتك حابب تاخد عنه فكرة هتلاقي الشهادة الخاصة بيه ملحقة بكلمة Fundamental، وده كان أول دور. تمام، بعد كده لما بيبقى عندك بقى الفكرة الأولية يعني عرفت كده الرؤية بدأت تتضح، فأنت بتقرر الانتقال للمستوى الثاني اللي هو مستوى الأسوشيت. اسوشيت يعني منتسب. انت دلوقتي خدت المعلومات، خدت الفكرة، وضحت بالنسبة لك، بعد كده هتبقى او قررت تبقى جزء من الكيان ده، فبالتالي انت انتسبت للكيان اللي اسمه الكلاود. طيب انتسابك هنا هيبقى عبارة عن ايه؟ انت هنا لازم تقف مع نفسك وتسأل نفسك انت بتعرف تعمل ايه او حابب تعمل ايه. والله انا كنت اصلا شغال في الكلاسيك داتا سنتر عبارة عن نتورك ادمنستريتور او سيستم انجينير. طيب يعني انت بتقول ان مهامك كانت عبارة عن ادارة الخدمات المقدمة في الاونبريم. الخدمات بقى عبارة عن ان انت تدير السيرفرات وتدير الاجهزة وتدير الشبكة وتعمل تصاريح وتعمل سياسات ومهامك اليومية اللي كلنا عارفينها، فبالتالي هي نفس المهام بالظبط، مش هتختلف ولكن هتتغير وجهتها من الكلاسيك داتا سنتر للكلاود. يبقى ده المستوى ده موجه لأن للناس اللي بقى عندها رؤية واضحة وحابة تشتغل بإيديها ولكن فوق على الكلاود. ونركز برضو إنه الأسوشيت ده هتلاقي منه مثلاً الاجر ادمنستريتور اسوشيت، السكيورتي ادمنستريتور اسوشيت، الديفلوبر اسوشيت. يعني لو حضرتك بتكتب كود بايدك، بتعمل ابلكيشن، حضرتك مسماك ديفلوبر او مطور خدمات، سواء بقى ويب ديفلوبر او ابلكيشن ديفلوبر او
ما إلى ذلك، فأنت هتعمل نفس المهام ولكن فوق على الكلاود. تمام كده؟ بعد كده هننتقل للمستوى الأعلى اللي اسمه إيه؟ Architecture. الاركتكتشر او الاركتكت ده راجل اشتغل في الليفل ده واكتسب مهارة لمدة مثلا خلينا نقول سنة او سنتين او ما يزيد، وعرف الفكرة جاية فين واختمرت في عقله، وعرف فعلا يؤدي مهامه اليومية بشكل مظبوط، وبدأ يكون فكرة كبيرة أهلته ان هو يبقى اركتكت او يقدم بقى نصايح للناس اللي حابة تطبق مفهوم الكلاود عندها. فبالتالي انا لو صاحب عمل حابب اروح للكلاود بلجأ للراجل ده علشان اقول له والله انا عندي ابلكيشن مثلا شغال في الامبريم عندي وعاوز يطلع على الكلاود. فهنا الراجل ده بيقول له اه انت عندك 1 2 3 4 او عندك الخيار الفلاني ليفت اند شيفت مثلا، او الخيار اللي هو بتطلع بالسيرفيس بس، او الخيار ان انت تطلع ترحل كل السيرفز اللي انت شغال عليها او كل الفي ام اللي عندك تبقى كلاود. فبيديله الحل الانسب ليه من خلال خبرته الكبيره اللي بدا يكونها في المستوى ده وصولا للاركتكت. هنا الامر هينقسم معانا لقسمين، اما ان انت هتقدم استشارات في صيغة حلول أو هتنفذ الاستشارات ديت. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هتلاقي الليفل الأركيتكتشر منقسم لشهادتين، شهادة اسمها 303 وشهادة اسمها 304. 303 دي الراجل اللي هيصمم الحل، يعني يقعد كده يخطط ويرسم الديزاين ويديك المخطط جاهز ويقول لك اتفضل روح نفذ. فبالتالي هنا التنفيذ هو مهمة الراجل اللي معاه اعتماد من النوع 304. الأمثلة في الحياة أو في الواقع كتيرة على اللي احنا بنتكلم فيه. يعني لو لقينا مثلا مهندس مدني هتلاقي واحد بينفذ واحد بيصمم. لو لقينا مثلا في مجال الطيران هتلاقي واحد بيقود الطائرة وواحد بيرسم له خطة المسار، اللي هو المرحل الجوي مثلا بيديله بيانات الرحلة، الارتفاع، الضغط الجوي، السرعة، الاتجاهات، المسار اللي هيمشي عليها الطيار، والطيار بياخد الخطة ديت وبينفذها حرفيا علشان يوصل للوجهة بتاعته. لكن لو رحت قلت للمرحل الجوي تعالى قود الطائرة هيقول لك أنا ما أعرفش مش مهمتي. وبالعكس صحيح، لو رحت للطيار قلت له اديني مسار أو خط الرحلة هيقول لك أنا باخدها جاهزة أصلا أنا مش بصممها. فبالتالي علشان ما تتلخبطش، واحد بيصمم وواحد بينفذ. طب لو في شخص بقى بيمتلك المهارتين دول مع بعض، هنا هيدخل على الليفل الأعلى اللي هو الإكسبرت، الخبير، خبير في علم المسامير. الخبير ده بيكون من مفترض عدى على كل الليفلز ديت وكون مجموعة من المهارات اللي خلته أصلا يتكلم بلسان الكلاود، يدافع عن الخدمات، يفكر من جهة إنه أي حل هو في الأساس حل أون كلاود. خلاص، فبالتالي هنا مستوى الخبير هو يملك من الخبرة اللي بتؤهله انه يوجه الراجل ده وده وده وده. تمام كده يا شباب؟ نرجع بقى للسؤال اللي بيقولوا عليه ان هو مشتت او مضلل، اللي هو ايه؟ ارقام الامتحانات. ارقام الامتحانات علشان حضرتك ما تتشتتش او انه الرؤيه بالنسبه لك تكون واضحه جدا، احنا قسمنا التقسيمات دي. فبالتالي انت من المفترض دلوقتي ان انت عارف اتجاهك هيكون فين. انت راجل بتدير خدمات عندك خبره كبيره تمتد مثلا من سنتين لعدد من السنوات في اداره الشبكه، في اداره الاجهزه، في اداره الاتصال، في إدارة السياسات والإجراءات، في إدارة المستخدمين، في منح الصلاحيات والتفاويض والحاجات دي كلها. يبقى أنت راجل إما إن أنت نتورك أدمنستريتور أو سيستم إنجينير. فبالتالي أنت هنا
هتبقى في الاسوشيت. لو حاسس نفسك عندك خبرة أعلى من الاسوشيت فممكن تلجأ للأركيتكت. لكن خلي بالك انت ممكن مهامك تختلف، يعني ممكن واحد يجيني يقول لي والله انا فعلا عندي خبره ولكن مش في الاداره، انا عندي خبره في تامين البيانات، انا كنت شغال سكيورتي انجينير، فبالتالي الفايروول، البورتات، تامين البيانات، الشهادات الامان، البروتوكولات الامنيه دي لعبتي. فبالتالي انا لما اطلع كلاود هروح فين؟ هقول له انت هتروح مبدئيا لخيار او ليفل اسوشيت فيما يتعلق بالامان اللي هي الاي زد 500. يبقى كده عرفنا ان كل دور وظيفي مايكروسوفت قالت لك انه انا منزل لك فيه مسار او شهاده. طيب اجيبها منين بقى؟ انا كده الرؤيه بالنسبه لي مين المفترض ان هي تكون كامله، اجيبها منين؟ ببساطه شديده جدا هنروح مع بعض لحبيبنا ده واقول له ايه، واقول له لو سمحت انا محتاج اعرف الاجر ادمنستريتور السوشيت. هفتح اللينك ده هيقول لي كل ما يتعلق بعمليات السيرتيفيكيشن، فهيبدأ يكلمني عن المستوى ده وايه هي المهارات المطلوبه مني ورقم الامتحان الخاص بي الاي زد 104. طيب واحد تاني يقول لي لا انا مش ادمنستريتور انا سكيورتي، هقول له بسيطه جدا شيل كلمه ادمنستريتور واكتب سكيورتي. هتلاقي اللينك شارح لك السكيورتي انجينير مهامه ايه، بيعمل ايه، وادي الشهاده او رقم الشهاده. طيب واحد تاني يقول لي لا هو انا مش سكيورتي ولا ادمنستريتور انا لسه في الفاندمنتال، فهقول له اوكي شيل ده واكتب الفاندمنتال. وافتح اللينك هتلاقيه بيكلمك عن الشهادة ديت ورقمها الاي زد 900 وايه المطلوب منك. واحد تاني يقول لي انا مش بتاع لا ده ولا ده ولا ده، انا بتاع داتابيز اس كيو ال، فهقول له اوكي ادي اس كيو ال اسوشيت اللي هي الدي بي 300 على ما اعتقد. هتلاقي داتابيز ادمنستريتور اسوشيت وهتلاقي الدي بي 300 زي ما انا قلت لك ايه هي المهارات المطلوبه منك. فكده احنا بنتكلم في ايه؟ انت بتعرف تعمل ايه او حابب تعمل ايه؟ والله انا بعرف ادير قواعد بيانات، والتاني بيعرف يامن، التالت بيعرف يدير، الرابع بقى بيقول لي لا ده انا وصلت لمرحله من الخبره تؤهلني ان انا اقدم استشارات او اقدم حلول. خلاص ببساطة شدة جدا هنشيل كلمة SQL و Administrator و Fundamental وهنكتب الـ Arc الـ Architect Certification. هبص ألاقي اللينك طالع لي برضو بيكلمني عنه ورقم الامتحان بتاعه 303 و304 الاثنين مع بعض، وبيقول لي انه انت لو خدت 303 و304 هتبقى اكسبرت. تمام كده يا شباب، ادي طريقه اعتقد ان هي سهله. في طريقه اسهل منها ان انت تروح عامل كده وتقول له انا عاوز الرود ماب سيرتيفيكيشن، تدخل على اللينك ده هتلاقي مايكروسوفت هنا برضه بيقول لك انت ايه؟ انت ديفلوبر ولا ادمنستريتور ولا داتا ساينس ولا ذكاء اصطناعي ولا سكيورتي؟ فبالتالي والله انا سكيورتي. هيقول لك اوكي انا عندي المسار بتاعك هيبقى فاندمنتال اللي احنا قلناه اهو، بعد كده هتروح على طول على سكيورتي انجينير. طيب لو رجعنا باك كده واحد تاني مثلا يقول لي لا انا ديفلوبر انا بكتب كود بايدي، اوكي روح خد الفاندمنتال اللي هي المعلومات الاساسيه والمهارات اللي احنا اتكلمنا عليها، وبعد كده روح للاجر ديفلوبر اسوشيت برضه. اتمنى يكون الموضوع واضح، ولو في اي لبس
أتمنى من أي حد عنده استفسار على أي شيء فيما يتعلق بموضوع الشهادات أو موضوع الكورسات أو المناهج إن هو يكلمني على الإيميل ده admin@365.com. سعدت بكم جدا، أشوفكم إن شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.